دي ماريا ضايعه، صعبه الكره خطيره، با 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 جول جول اتشيفيريا. بينوت يفتح مجال التسجيل للريال، ريال بيتيس طبعا وليس ريال مدريد. اول اهداف المباراه في الدقيقه 17 من اول فرصه واول كره واول تسديده واول ارتماء واول هدف لبيتيس. ريال بيتيس يتفوق على ريال مدريد بهدف للسفر بعد 17 دقيقه لعب. في اول كره بالخطا دي ماريا وصلت مباشره للمهاجم بنات مسجل هدفين هذا الموسم، راوغ هنا بقوه من امام تشابي الونسو يسدد على يمين. ايكر كاسياس مفتتحا مجال التسجيل لريال بيتيس على ريال مدريد هدف مقابل صفر. هاو ما كان ينقص هذه المباراه عندما يكون متفوق بيتيس الان. سنشاهد الريال ومدى قدراته على العوده في المباراه على الحفاظ على توازن